صباح الخير. في حد ما بيصحى من النوم يا جماعة ياكل فراخ؟ انا تعرفين الساعة كام؟ احنا الصبح 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 يعني امبارح نزلنا جبنا الحاجات دي وجبنا حاجة المدرسة، في حاجات في التلاجة، وقال لي امبارح انا مش هاكل. حلو. قلت له طب الفراخ دي عشان الغدا، قال لي ماشي. صحيت من النوم لقيته بيفطر بيها. ايش انت بتاكل يعني؟ ايه فراخ بس ايه بجوده السمك؟ سمك. بصوا يا جماعه دي طريقه فراخ كده، كان في ولد شاب كان بيعملها في اليوتيوب، عملتها بطريقته بس ما جاتش زي يعني زي ما هو كان عامل بالظبط بصراحه. يعني هي حلو بصراحه، يعني ما يبانش انها حلو كده بس هي حلو بجد والله. بصرف نظر ان احنا بنفطر فراخ في الفرن يعني. لا انا في العاده مش بفطر فراخ، حاجه غير عاديه. بالهنا والشفا. بصوا دي متقطع فيها جزر وروزماري وبصل وثوم، تمام. هو كان حشيها وحشيها تحت الجلد وحطها في الفرن كده، والمفروض ان هي يعني استوت، يعني المفروض ان هي استوت، بس انا ده روزماري. بس انا بالليل لما جيت بعملها عشان امبارح كان يوم طويل بره، رحنا جبنا حاجه المدرسه طبعا عشان محمد جاب امبارح حاجه المدرسه، تمام، ودفع فاتوره. مش هتكلم، مش هقدر اتكلم. حضرتك مبروك عليك، يعني بص مبروك عليك الفرختين يا فندم. انت قد كلامك ما شاء الله. اه طبعا قد كلامي. ماشي. يا فندم بالهنا والشفا يا فندم. تعالي بعد ساعه هتخلص الفرختين بجد بالهنا والشفا؟ يعني بجد حلوه الطريقه دي، يعني اعملها بطريقه الولد ده. بس هو بقى يا بنات لما حطها في الفرن الصوص اللي تحت ده حلو قوي. ايوه ما هو الصوص اللي تحت ده عارفين عمل ايه؟ بصوا انا بس عشان صاحيه من النوم فمش مركزه، جاب قالب زبده وقطع قالب الزبده وعجن قالب الزبده ببصل وثوم، بس بصل قطع مش بصل يعني مش بصل مطحون او مفروم. ايوه بصل قطع كده، بصل قطع وثوم صحيح بالزبده، قالب زبده كبير وروزماري على الوش بقى في الاخر، وراح بقى حاشي بقى بالزبده بكل حاجه جوه الفرخايه وتحت جلد الفرخايه. بصراحه اه كم هي لذيذه بجد والله يا محمد. وانا مش لذيذه هاكلها كده على الصبح يعني، اعملها لكم بالطريقه دي على طول. ايه والله هحاول ادور على الفيديو بتاع الولد. هو شاب صغير كده، من ساعه ما شفته وانا عماله اقول لازم اعمل زيه. بس بقى اللي حصل ان هي طبعا انا هو حطها من غير فويل ولا ورق، يعني ملفهاش بفويل ولا حط كيس حراري ولا اي حاجه، والغريبه ان هي طلعت معاه واخده اللون ده. طبعا انا لما طلعت ما طلعتش واخده اللون ده، بس انا بكلمكم بمنتهى الامانه يعني. فرجعت تاني حطيتها تاني في الفرن ورحت بقى ايه مشوشحاها يعني. حلو بالهنا والشفا يا باشا. يلا هنوريكم بقى احنا جبنا ايه النهارده من مشتريات المدرسه. صباح الخير. صباح الفراخ على الصبح. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ محدش بينما بقى يكتب لي في الكومنتات يعني انت ازاي ساره محمد يفطر فراخ؟ هو الراجل حر يا جدعان، كل واحد بقى حر صح ولا ايه؟ انت جوزك فتح التلاجه ولقى كوارع وقرر ياكل كوارع الصبح، قلت له لا انا مش شايفه. المهم يا جماعه انا ايه زي ما قلت لكم احنا جبنا حاجه المدرسه امبارح بالليل هوريها لكم، وجبت برده بصوا الخضار ده الرمان ب 30 جنيه، وجبت بصوا البتاع ده بتاع قيمته الغذائيه حلو قوي يا جماعه. بصوا كريز اللي هو الاسود الكيلو ب 150 جنيه، انا جبت نص كيلو. وده محمد بيحبه جدا جدا، بس مش فاكره كان بكام ده يا كارما. نعم تقريبا 25 او 20 حاجه كده. صح برافو عليك. وجبنا القشطه دي بس الراجل قال لي محتاجه تتساب يومين عشان تتاكل، دي كانت ب 80 جنيه كيلو، جبنا نص كيلو تمام. وجبنا كمان البرتقال ده انا بحبه اكتر من البرتقال الاصفر. اه هو اللي زعل. ممكن نبقى نزرع عندنا وناخد هو يا سلام يا ريت والله يا بوكي. ده كان تقريبا
مش فاكره الكلام ده بالليل اكلنا منه برضو. قطع بقى الرمان وواضح ان العيال برضو هياكلوا زي محمد. هتفطروا زي بابا ولا هتفطروا زي الناس؟ اللي بفطر زي بابا. لا انا هفطر زي بابا. طيب اقطع الرمان وبعد كده هوريكم جبنه ايه امبارح. اقطع ده الاول، انا عايزه ده برتقال الاول. ماشي اوكي يلا. صباحكم زي الفل. صاحبكم يقول لهم صباحكم زي الورد. بنت انت فلافي كمان هتروحي المدرسه؟ تروحي المدرسه ولا مش هتروحي المدرسه؟ تروح المدرسه بالخير. جيبوا لها سبلايز. هما كمان هي كمان خلوتي. بصوا يا جماعه الشجر اللي هناك اللي على السور ده اللي هو البازروميا ده اللي هو اللي هناك ده ده ده. بصوا بصوا طول ازاي. الفيديو اللي فات كان اقصر من كده. المفروض بقى يوصل يبقى زي دول كده. عايز اقول لك ان انا لقينا خمسه مشروم. خمسه مشروم. المشروم قالوا لنا في الكومنتات ما حدش ياكل المشروم اللي طالع لوحده. يعني دي واحده ميته ماشي دي. وفي واحده تانية كانت تحت هنا اهي. ايوه ايوه بس مالها يعني شكلها. الثانية دي بقى اللي كان مكانها ضفادع. ضفادع الله احنا ده ضفادع. ده حاجة جميلة جدا. وانا صغيرة كنت كنت بمسكهم. في واحدة ايوه. سبحان الله. دي كمان كان في هنا بقى ضفادع عمالين ينطوا. شفنا واحدة صغيرة كانت هنا. الله ده ريحان ده ولا ايه؟ ريحته حلوه. اه لا بصي ده ريحان. ده ريحان ده والتانيه دي ريحته جميله. الله ريحته جميله. مسكته اصلا يعني ما شاء الله ما شاء الله. وكان في بقى واحده هنا في وسط الطريق يعني. طب يلا يا كوكي بقى واحده مشروميه تانيه طالعه لوحدها. في واحده تانيه اهي سبحان الله. حطني تحتيها. بصي ده ايه ده؟ ده في هنا حاجه هنا شكلها غريب قوي طبعا. طب يلا بقى يلا وروني حاجه المدرسه. يلا يا كتاكيت بقى انا هقعد كده زي الهانم. كل واحده فيهم بقى ايه تقعد تفرجني. انا عماله اشرب ميه ميه ميه. ليه بقى؟ لان انا النهارده اكلت فسيخ. بصوا يعني ياكلوا فريخ. انا طلعت قعدت هنا في الجنينه دي عشان الفسيخ. ايوه طب انت جايه لنا هنا؟ ريحته وحشه. حدش يقول على الفسيخ ريحته وحشه. شبي ميه من الفسيخ. خلاص مين اللي هيوريني الحاجه الاول؟ انا بقى ايه هعمل حاجه راستني. طالما مكان ما هتوريكي الحاجه الاول يبقى انا هبايت هنا. حصل قعدت خلاص ما عايزه اتزحلق. والله يا جماعه نفسي ان انا اغير البندانه. نفسي والله بشوفه. كتير بتكتبوا في الكومنتات يا ساره غيري البندانه. ممكن تجمعوا من بعض وايه وتجيبوا لي بندانه. هغيرها. حاضر هغيرها. يلا يا كوكي وريني. بصوا يا جماعه ده دول ثلاث كوريتهم. ثلاثه كلهم عربي. بصوا يا جماعه ده الاي 4 كارما جايبه 80 و60. ايوه كل دول 80. ال 80 كان ب 45 جنيه وال 60 كانوا ب 40 جنيه. ده كده دول ال 80 تمام. عايزه اقول لكم احنا جبناها من مكتبه بس مش هقول اسم المكتبه عشان يعني ايه ما كان في حاجات مش لطيفه. تو لاين بتاع انجلش. المكتبه اللي احنا جبنا منها كانوا عاملين كراسات زي كده بس الكراسه اللي هي زي دي كده كانت ب 140 جنيه مخبيينهم. ودول اللي هم اللي كان سعرهم قليل كانوا يعني مخبيينهم جوه. يعني هم حاطين المنظر ده. هم حاطين كل حاجه كده فوق بعض والحاجات يعني كل الكراسات فوق بعض والكراسات دي كانت محطوطه جوه. يعني جوه. اللي سعره قليل بعد ما جوه قوي. كنت بقعد بدخل ايدي كده عشان اجيب الكراسات. عشان هم حاطين اللي غالي. عشان جودي دخلت ايه دخلت جوه عشان تطلع اللي سعره اقل يعني. بصوا بقى دي من زمان كانت من مكتبه اسمها مكتبه زمزم. دي هما كل سنه كده او كل كام شهر يحبوا يجيبوا الحاجات اللي بنخلصها في الرسم تبقى اسعارها اوفر. احنا كنا بنجيب الاسكوسو بلاس بتاعت وريني يا كوكي بتاع السنين اللي فاتت قوي. دي بقى البوك اللي هي يعني بكتب فيها الكروت بتاعتي. بتحبوا يكتبوا فيها حاجات ايه احنا ما نقراهاش. هي رسمه دي اسمها ايه بقى القطه دي كارما سميتها ايه؟ جينجر. ده يا جماعه رسم كوكي.
هو انت يا كوكي اللي ماسكه الايس كريم دي؟ لا. امال مين دي؟ معايا. ماشي. دي يا جماعة بصوا الكراسات دي الكبيرة من 17 جنيه و 20 جنيه والصغيرين ب 15 جنيه. بصوا تمام؟ أول حاجة هنا إنجليزي على شكل عربي، وده على شكل قطة كده إنجليزي، وده هنا دين على شكل عربي. ده سكتش التلوين الأرضي يعني. بصوا ورقه غريب قوي، فيه 24 ورقة بوشه وده ومن غير 12 مفرد و 24 ايه ورقه تخين. ده كانسون يا جماعه، سعرها كام؟ سعرها 57 جنيه تمام. طبعا كان في اسعار اعلى من كده، وكان في اللي هي الاقل من كده بقى اللي هي الصغننه خالص، اللي هي الاصغر صغننه خالص. نوت بوك من ضمن النوت بوك اللي هما بيحبوا يحوشوها. ها كوكي، دي هنا بقى استيكرات، واحده قطه واحده دلوقتي. ماشي. الاستيكر ده يا جماعه الواحد ب 25 جنيه، ده كان ب 5 جنيه زمان. هاتي يا بنتي، والله العظيم كان ب 5 جنيه وب 3 جنيه. بحب جدا القطط، بحبها جدا جماعه. انا بحب جماعه، بحب. بقول لهم يا جماعه هنظروا، عمالين يقولوا دي بقى الكراسه ودي الكراسه. هاتي الفاتوره يا جودي، هاتي الفاتوره وانا اعرفك. اقول لكم على فكره افظع كراسه ثالثه. هاتي طلعي لي الفاتوره يا بنت انت، والله يا جماعه انتوا هتتفاجئوا، هتتفاجئوا بالاسعار. هو انت ما قلتيش الاسعار كلها؟ ده انا بقول لهم كل حاجه لوحدها، لكن لسه ما قلتش الاسعار كلها كام. دي يا جماعه ايوه، هما بقى بيروحوا المكتبه دي مخصوص عشان الحاجات دي. دي استيكا، دي استيكا يا فندم. بصوا مش عارفه دي بكام، تقريبا بحاجه و30 جنيه. يلا هاتي يا كوكي. يا كوكي هاتي الالوان اللي قلمها يا كوكي. ده قلم عشان ايس كريم، ده ارنب مش ايس كريم. بصوا يا جماعه الاقلمه دي من 35 ل 38 اهو. وده دلامه، استني ليه الحاجه مش باينه كده، اهي دلامه. هما بيحبوا قوي الشكل الجميل اللي ما عندوش رقبه ده. هاتي ده كوريكتور، الكوريكتور ده ب 30 جنيه او ب 32 تقريبا. ده قلم طويل ماشي، القلم ده من السنه اللي فاتت. هاي كوكي، مش سنه واحده. دي بقى الوان، الوان طلعت. بص هاتي يا كوكي، بصوا يا كرم يا جماعه، الماركه اللي اسمها المابت دي بتبقى غاليه قوي دي، بس عايزه اقول لكم ان كارما هي اللي دفعت ثمنها دي، لان كان في حاجات هناك حلوه واسعارها اقل، بس هي شبطت في دي. فطالما انت شبطتي. لا ما شبطتش فيها، انت قلت لي اجيبيها عادي. انت قلتي انا هدفع ثمنها. لا هي بصي ماما اول ما بتسمع من فلوسنا دي تقول لنا اوكي على طول. دي سعرها كام؟ صح يا كوكي، دي سعرها 260 جنيه، بس لازم طبعا نتعلم ان احنا ايه نحوش. دي كام واحد؟ بصوا 24 قلم صح ولا لا؟ يلا. وده الوان اسمها فروت، بس مش هي يعني، واحده ثانيه. هما كل سنه بيجيبوا قلمه زي كده بس اسمها فروت. اه اسمها خط في العربي تحفه. اللي جودي خطها حلو قوي في الانجليش، بس هي في العربي والله العظيم خطك حلو ومش وحش. والله خطك مش وحش في العربي، بس انت خطك خطها في الانجليزي تحفه تحفه، في العربي يعني حلو. مع على فكره يا جودي، الدكاتره خطهم ليه دايما في الروشته ما بيبقاش واضح؟ عشان هم دكاتره، صح؟ فانت المفروض انت تبقي فخوره بنفسك، ما تبقيش زعلانه. مش مقتنعة. المهم يا جماعة بصوا الماركة دي اسمها ايه بقى؟ اسمها جليتري. كان بقى قلم ده معرفش دايما 12 قلم. سعرها كان بقى القلمة دي بقى؟ سعرها 121 جنيه. طبعا القلمة الفروت هي شبهها بس اقل، صح يا جودي؟ هي بس يا جماعة الكفر بتاعها اكبر شوية. تمام ماشي. اوكي سعرها ودي قلمه خالص، بس ده قلم غالي جدا مش عارفه ليه، بس هو الكفر بتاعه ده اللي هو الساكورا، صح يا جودي؟ ضيعت الكفر بتاعه. قلم كده نوع كده اسمه ساكورا، معرفش ليه غالي. الجروب بتاع الاقلام بتاعهم ده اه ب 1500.
سعر و... 1500 ده مجموعة اقلام معرفش كم قلم يعني، بس مش عارف. في في ساكورا اكمل الجملة، في ساكورا ب50 وفي ساكورا بحاجة و90 قلم يعني، معرفش ليه بصراحة. وده قلم فرنسية وده قلم اسمه برافو، هنسقفه دلوقتي عشان هو يعني. وفي هنا لايتر، هايلايتر لونه الواحد ب30 جنيه. هو بصراحة الاصفر ده بينور قوي كده، فواحد بلو عادي خالص. اوهو هو ريحته اوهو اصلا، هو عباره عن اوهو محطوط. ده ب60 جنيه صح ولا ب80؟ ب60 ولا 80؟ ب60 متاكده. لا كان ب66. طب ماشي يلا. ويعني هو ودي كالكوليتر، يعني السنه اللي فاتت. ودي كل انواع الالوان اللي حطيتها. ودي اللي هي بتاع الناس دي. ايوه احنا بنقول عليها منقله، انتوا بتقولوا عليها بروتكتور. ايه بروتكتور. وده قلم على شكل ورده بيكتب تحته، عامل زي القلم الحبر بالظبط. وريني يا كوكي. هي الحاجات دي بقى هي اللي بتخلي العيال، هي اللي بتخلي العيال ان هم يروحوا المكتبه دي. بصي هو ده خط اهو. ماشي يا كوكي، هاتي كده امسكي كده. بصوا يا جماعه اللانش بوكس دي كانت عندنا من السنه اللي فاتت، كان من نفس المكتبه، كانت ب 120 جنيه او السنه اللي قبل اللي فاتت كمان. هي حلوه وصلها صراحه يعني. ماشي. والتوك البيضه دي في نتوك بيضه بس دي كانت من مكتبه تانية. لا دي مش من مكتبه اصلا، من محل بتاع ال... هاتي كده العيون دي يا كوكي. العيون العيون هي العيون دي بتاعه مو اسم مكتبه. العيون دي كوكي جايباها. ماشي ماشي، العيون دي كارما جايباها للعب والله، مش عشان المدرسه. دي كانت تقريبا ب62 حاجه كده عشان اللعب بتاعها. احنا بطلنا نجيب والله يا جماعه الفوم والجليتر والحاجات اللي بتاعه المدرسه دي. وجماعة انا كنت محدش بيجيبه يا كارما. بس اصور بس ثواني كده، كنت بجيبها كانت بتتسرق مني. يا ريتها بتتسرق من الطلاب، انا مش عايزه افضح اكتر من كده. المدرسين. لا هي جودي كانت بتلاقي حاجتها مع زميلتها وزميلتها حاجتها معاها. لا انا مره كنت جايبه يا جماعه وايبس بقى، ايام بقى ما كنت نظيفه قوي باخد معايا وايبس. انا دلوقتي ما كنتش معايا مناديل، كنت باخد معايا وايبس مش عارفه ايه. في مدرسه قالت لي ممكن واحده، فانا طبعا خد يا ميس خد يا ميس تمام. فهي بعد كده بقى ما عرفتش اخدها تاني، ولقيتها محطوطه في اللي هو اللوكر العام. الوايبس بتاعك. كنت في سنه كام؟ مش فاكره طبعا، بس ثانيه ابتدائي. ذكرى اليمه. لا يا جماعه الناس عندنا يعني بيقولوا بيقولوا عايزين احنا محتاجين كوريكتور، ياخدوا الكوريكتور خلاص لنا ويديهولنا خلصان. يقولوا لنا اتفضلوا حبيبتي اتفضلي خدي ارميها في الزباله. يعني ايه ده؟ مره في واحده بنت كانوا طالبين منها كوريكتور بيض وبلو، كوريكتور وبلو، رجعولها خلصانين، رجعولها خلص يعني مش رموها بس اشربوها بس. هو لا خدوا الكوريكتور والبلو بتاع الرويال خدي. بس بقت لك في نقطه دي كمان قد كده، وبيقولوا انها غاليه جدا كده عشان زي ما انتم شايفين كده. بيقول عارفه اللي هي بعدين انت بتمسحي تلاقي فتل كده كتير قوي. فيعني ايه بقى بتقول ان هي بتطلع فتله واحده، بتطلع فتله واحده، فعشان بتطلع فتله واحده. دي مابت دي مش عارفه كام بقى، برده تقريبا حاجه و40. هي تيكوكي اللي هي دي كده زي دي كده زي دي. حلوه يا كوكي، بس دي مش من مكتبه بقى يا جماعه، دي من هي برده مكان بتاع مستحضرات كده، حاجات الستات والبنات. ودي ده حلق على شكل، هاتي يا كوكي ده الحلق اللي هو بتاع اول يوم مدرسه. ودي برده بروتكتور برده سايه بايظه، ودول مسطرتين. خدي يا كوكي بتاعت المحفظة. ودي بقى عبارة عن، هاتي كوكي كليبسة شكلي. يا بنتي هاتي مش باينة. بصي دي كليبسة صغيرة برضه. حلوة يا كوكي. فين يا أستاذة جودي؟ أهو بصي يا جماعة 2313. خدوا بالكم أنا جايبة إيه؟ أنا جايبة بس كراسات أقلمة A4 أساتيك ألوان. يعني مش جايبه شنطه، مش جايبه لانش بوكس، مش جايبه بقى اللي هي الزمزميات.
تسموها اسم تاني كده غير زمزميات دلوقتي. ايه اسمها بسموها ايوه فلاسك كده وحاجات اسامي كده. ومن ساعة ما الاسامي دي طلعت والارقام ضربت في السماء. حسبي يا جوكي. تمام. فبس انا قلت اوريكم الايه الفاتوره ليها حزام. دي بتاعت السنة اللي فاتت. بس انا اعتقد يا كوكي ان انا هجيب لك واحدة لان دي في فتحة من الفتحتين. لا والله بصوا اهو في بقى حاجة واحدة بس يعني فتحة هي ايوه انا بقولك فيها حاجة باظت من هنا. هي احنا بصي المفروض ان احنا نعمل كده تقوم مقفولة دي لازم تقومي رفع الحزام بتاعها من تحت. تمام. فانا اعتقد ان انا ممكن اجيب لكم لان حتى جودي برضو بتاعتها عايزه اجيب لها واحده. لا تتأثر بس عادي يا بنت يا قنوعه. شفتي وبص بقى دي مشكلتها انها ازاز فانا عشان كده ما برضاش اديكي تاخدها المدرسه بس يعني ما باخدهاش كتير لانها ازاز ما ينفعش. بتاع كان بتاع جودي وجودي اخذ بتاعي عدلنا هي لعبت حيل عليا والشنطه قلت ايه الشنطه. بصوا يا جماعه الشنطه دي كانت بتاعت السنه اللي فاتت. عايزه اقول لكم انها فله وعايزه اوريهم برضو الشنطه الثانيه. انا عندي شنط يا جماعه مدرسه. بصوا يا جماعه دي برضو هلبسها. دي شنطه ثانيه بتاعت كارما. عايزه اقول لكم انها فله. لبستها مرتين. ايوه وده ال بصوا عامل ازاي. وريني كده يا كوكي. في جوه في هنا جوه هاتي يا كوكي وريني. بصوا يا جماعه وريني يا كوكي. بصوا الحاجه فله يعني ما استخدمتش. افتحي دي كده يا كوكي ولا راحت بيها مرتين وغبت عليها. لا دي انت كنت بتستعمليها. بصوا مش فاكره البضاعه دي انا كنت دافعه فيها كام يا بنت اللذينة. وفيها عجل 300 عفريت يا بنت. بصي ودي العجل اللي تحت ده كان بينور. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا السيستيمه دي انا جبت منها اشكال والوان. عارفين البتاعه اللي هي الكبيره دي معديه يا جماعه 600 جنيه داخله في 700 جنيه. تصدقي والله العظيم. وما بياخدوهاش. عارفه ليه؟ عشان ما بحبش تبقى شفافه. طب ليه؟ ما هي اللي جواها ميه يا حبيبتي. بصي يعني انا بقى بس مفتوحه كده فبتبقى معكره. طب ما انت كده مش هتعرفي تشربيها. اشرب منها بقى. طب يعني انت عايزاها تبقى مش شفافه. ما هي عشان اتخدع. مش اتخدع. فهمت دول نفس التوكادنا يا جماعه اللي جايبينهم للمذاكره. دي زي ما قلنا. ماشي يا ست جودي. ال 80 ب 45 وال 60 ب 40. تمام. بتاع السنه اللي فاتت. طبعا يا جماعه ده عشان رايحه الجامعه. بصوا بقى يا جماعه ده جودي من السنه اللي فاتت هي بتحب اللي هي ايه تجيب اللي هو بتاع 5 سبجكت اللي هي يا بنت استني اكمل الجمله بتاعه الايه اللي هي تبقى 5 مواد. في تنظيم هنا شايفين التنظيم. دي بتاعه الدروس يا جماعه. دي سعرها كام؟ سعرها 200 جنيه. الحلو فيها بقى وتغير الورق. انا مش عايزه افتحها عشان ما بعرفش اقفلها يا جماعه. احنا كل سنه بنجيب اللي هي ما بنغيرش ليها الورق ده يا جماعه. كنت بشرح نفسي هنا فاحنا اللي هي ما بنغيرش ليها الورق وتترمي بعد الاستخدام على طول كانت ب 205. دي كانت ب 200 جنيه. فيها من هنا حته كده عشان تحطي فيها الورقه او تقريبا مش عارفه. بس كل ماده مثلا بس انا حاسه انك هتحتاجي تاني يا جودي يعني قبل ما الترم يخلص. بس انا جايبه كراسات تانيه هنا. بس عجبني قوي التنظيم. بصوا يا جماعه عجبني قوي 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 التنظيم بتاعها. وفيها برضو يعني كل حته فيها يا جماعه بصوا مفتوحه عشان نحط. حلوة قوي تحفة بصراحة. كان في منها ألوان بس جوجو هي اللي نقت اللون ده. دي كراسات مذاكرة أو حاجات زيادة أنا حطيتها من غير ما جودي تبقى هي اللي عايزاها. لما مامتكم كده تخسر لكم كراساتي تبقوا مش عارفين إيه ده. قعدت أقول لها حطي زيادة حطي زيادة هي ما حطتش زيادة فأنا رحت حطيت على مزاجي وخلاص. ما نقتش الشكل. يا لهوي على الصبيان مالهمش في حكاية الشكل دي. حطوا على طول وخلاص. مامي يعني اجيب له باربي مثلا هيفرح. لا بجد بيقعدوا يا جماعه قدام يقعدوا ينقوا. لا دي ورد. لا عايزه عروسه. لا عايزه سمكه. عايزه قطه. ساده. اي ودي عايزه ساده اسود. اسود ايوه. المهم يا جماعه الكراسات دي زي ما قلت لكم الكبير منها 17 وب 20 والصغير ب 15 يعني اللي هي عدد الصفحة اقل ب 15. صراحه دي حلوه عليها قطه. شفتوا عليها قطة ما شاء الله. دي النوت اللي هي جابتها السنة دي. تمام. دي زي بتاعت كارما اللي عليها قطة ومسميها جينجر. دي سعرها كام؟ سعرها 175 جنيه.
هنا تحط القلم هنا من الحتة دي كده. وعلى فكرة البتاعات دي هنا دفعهم ثمنها. جايباها زمان. دي كانت غالية قوي. كانت 250 عشان هي فيها حتة قلم حتة قفلة كمان. ماشي. لا دي مش بتاعت المرة دي انا ما جبناهاش المرة دي. دي يا جماعة اصلا. بس هو فن. بفتحها من وراكي. ليه تفاهه يعني؟ طب لها حاجة. وانا يا جماعة عشان انا اسكى خلق الله. اسكى خلق الله. فكان في يا جماعة علبة. علبة فيها ايه اربع الوان. كانوا نفس الالوان دول. دول اللايتر. فهي بس هي علبة كاملة. كانت بكام؟ كانت بمية واربعين. فانا بقى قلت لا ده انا ذكية جدا. انا بقى هروح اجيب اللي هي كده. قلم واحد لوحده كده. واقول ايه يعني قلت لها هوفر يعني يجيبوا فارت كده فتوفر. ايه النوع الجميل ده؟ بصوا لا الاول هي جابت دول كل واحد ب30 جنيه بس من غير ده يا جماعه من غير النوع ده. هاتي بقى النوع الوحش ده. ده شرير النوع ده. بقى انا هقول لا كده مرخيص مش عارفه ايه ده ب49 حرفيا. انتوا لما تروحوا تشتروا ده ب49 لكن دول ب30. هاتي هاتي يا جودي. والله هما اتنين واحد يعني عايزه. بصوا النوع ده بقى ب30 جنيه. بصوا يا جماعه ده قديم. هو نفس اللون. هما اتنين واحد. هما اتنين واحد. اتفضلي يا استاذ. ودي هم بقى اي حاجه. ده يا جماعه القلم اللي هو الجروب منهم ب1000. انا جايبه منه اتنين وده واحد قديم بس مستحيل ادمين. ده اللي هو اسمه ساكورا. ده جودي غاوية قوي اللي قلمها يا جماعه. في ب50 وفي ب90 يعني فوق ال90 تمام. ده اللي هو الواحد ب50. ده يا جماعه قلم ريف بيبقى عامل زي الماستر كده بس بيبقى خطه تقيل قوي تقيل. طب انت جايباه ده ليه يا فندم؟ عشان انقط بيه. تنقطي؟ ماشي. بكام ده كان؟ ده كان ب95. 95 عفريت. ده يا جماعه قلم برافو ب5 جنيه. حلو وخطه حلو جدا خطه والله. خطه يعني حلو مش عارفه كده وحلو. ده قلم سرقاه من بابا. وده قلم سرقاه من انا. وده قلم سرقاه من كارل. حيامية مشروع حرامية صغيرة. ده يا جماعة قلم مفت بريال. بريال. ده هي حطيته من غير ما تقولي لان انا كارما ما جابتش. ثواني بقى يا امي. والله بقى انا اللي حطيته من غير ما اقولك. ما كانش ده ب 18 جنيه. ده مفت ب 18 ده على فكرة. انا النهارده فاست قبل ما نمشي كده. ده يا جماعه دول بصوا من 35 ل 38. اتفضلي يا استاذ. انا اول ما بشوف اللمه دي بجيبها. انا جايبه منها 5. هما الاثنين بيحبوا شكل اللمه. يلا وريني. ده يا جماعه ده كوريكتور. ده كوريكتور تيب. كوريكتور تيب ده ما كنتش مقتنعه بيه بس انا مقتنعه بيه جدا. كوريكتور تيب ده عشان لما تيجي تحطي ماشي ماشي يا فندم. عشان ما تيجي تحط يعني تحطي على الشخبطه تبقى شكلها منتظم. الكوريكتور تيب ب 38 والكوريكتور العادي ب 30. دي بتاعت السنه اللي فاتت. بس كان معاها استيم معاها بريه. ده يا جماعة قلم بس هما المكتبة هي اللي عاملاها خط صغير. ده دفست واحنا ده بقى اللي انا دفست واحنا ماشيين. هاتي ده بقى كان بكام؟ كان مستحيل يكون اقل من 100 جنيه. هي دي المكتبة اللي العيال بيجرجرونا. بصوا اهي دي اللي بيجرجرونا ليها كل سنة. يا رب يا جماعة. طبعا يا جماعة انتوا اكيد مشفتوش اسم المكتبة طبعا. بنتجرجر يعني. انا حرفيا بستخدمه ك بس. طب وتبهدلي نفسك ليه؟ تبهدلي نفسك ليه؟ دي علامة المذاكرة. علامة المذاكرة وعلامة زهقتي من المذاكرة وقاعدة بتبهدلي نفسك. هاتي دي نفس القلمة تمام اللي هي الماركة دي. بصوا دي العلبة دي ب 121. احنا كانوا بيجيبوا الفروت بس ما كانش فيه فروت هناك. يعني طبعا الفروت سعرها أقل. الفروت أصلا دي بتخلص بسرعة جدا. بتخلص ببطء جدا. والفروت سعرها اقل واحسن. استيكة سلبت. دي طبعا الاستيكة عشان ايه؟ عشان احنا بنتنا عاقلة وبنتنا كبيرة فبتجيب حاجات بتاعت كبار. دي يا جماعه انا بجيبها مش عشان انا منظمه بقى احط ستيكر. بجيبها عشان اكلم بيها اصحابي اللي في الحصه عشان بيفضلوا يقولوا لنا ما تتكلموش. دي الستيكي نوت دي بحاجه و60 جنيه. انت جايباها عشان تكلمي اصحابك من ورا المدرس.
تمام. بس هو زمانه بيتفرج دلوقتي وسمع انت بتعملي ايه. هو عارف اصلا كلهم عارفين والله. جماعه دي ستيكرز تالتة اعدادي جايبه ستيكر قطط. انا اصلا بعايز ستيكرز زي يا جماعه برجل. ايوه احنا بنسميه برجل وهم بيسموه مش عارفه ايه. ده انا كنت بتلخبطها منهم ما بين. بس يا جماعه بتلخبط انا ما بين اساميهم فخليه برجل. انا بتقول ده بتاع السنه اللي فاتت. هو يا جماعه بقاله السنه اللي فاتت السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي قبل اللي فات والله ما فاكره. بقاله معانا هو بيجيبوا يلعبوا بيه على طبعاً فكره. طبعا انا ليه بقى ما جبتش مسطره بقى والحركات دي عشان خاطرتنا عبد الرحمن. كل دي مساطر يا جماعه قلتها مره ومره محمد تقريبا اللي جابها والمدرسه قالوا ممنوع بلاش عشان العيال بيعوروا بعض بيها على فكره. مش احنا الولاد مش احنا ماشي الولاد دي. هي دي انت برضه جبتيها امبارح؟ ايوه. اه هي كلاب. بص يا جماعه دي بتبتدي كده ودي ما بتبتديش فاحنا لازم يبقى في فرق. ده استيكت الساينس اللي لسه ما عرفناش ايه بتاعت الساينس؟ ايه حالها؟ ايه حالها؟ كالكوليتر تاني دباسة بابا اللي سرقها. طيب تعالوا نقول لكم بقى الحاجات اللي انا بحبها. وريني يا كويا جودي. بصوا ده الحلق الحلق بتاع اول يوم مدرسه بتاع جودي. بس انا اصلا لبست حلقات. البسي حلقات يا حبيبتي شكلها بيبقى حلو والله العظيم شكلها بيبقى حلو والله العظيم بيبقى شكلها حلو. دي بقى وريني دي كارما جابتها لجودي. اسمها ايه اسمها ايه هي اللي قالت عليه ده. ماشي انت مش اللي بتعملي حركات هبله. هاتي دي يا جماعه بقى بجد هي دي بقى اجمل حاجه في كل حاجه. ودي برضو كوكي اللي جابتها ذوقها لجودي. ايوه وعجبت جودي الحمد لله. ادي بصوا يا جماعه الشنطه دي يا جماعه انا جايباها. هي اصلا كانت شنطه مدرسه هي هتبقى شنطه مدرسه. ايوه السنه اللي فاتت كانت بتروح بيها. السنه اللي فاتت بصوا يا جماعه بجد انا مش عارفه اجيبها احسن منك. وريني شكلها دي حرفيا انا قعدت احوش لها سنتين. انتوا عايزين ايه؟ طب وريني. وطبعا دي بتاعت نقطه الكاش بس احنا هناخدها. هناخدها كمان لو